مباراه تكون صعبه، نتيجه ما تكونش فيها واحد الحصه ثقيله لاي كان، ولكن يمكن 1-0 للمغرب او نمشيو للضربه الترجيحيه، ولكن 70% 1-0 للمغرب وانا تايق في المجموعه ديالنا ان شاء الله. فغتكون مقابله قويه، ووسط الميدان غادي يكون تا هو معركه فيه، لازم نربحوا الثنائيات ونكونوا حاضرين في الكره الثانيه ملي تضرب على الامام، لان الحارس ولا بيبي ولا المدافعين اللي في الدفاع ديال المنتخب البرتغالي. المنتخب المغربي كان قوي جدا تكتيكيا، مدرب عنده 3 أشهر او 4 أشهر دار عمل كبير جدا وخيالي، والمنتخب الوطني المغربي بين على انه مؤهل وبانه مستعد من جميع النواحي. هذا سبحان الله.